الأمين مولاي الحسن، وبمناسبة اليوم الوطني للطفولة المنظم من طرف المديرية الجهوية لقطاع الشباب والرياضة بسوس مسا تحت شعار فضاءتنا في خدمة الطفولة، حيث تم افتتاح مهرجان الطفولة بنادي النسوي الحي الصناعي، وتضمن عدة فقرات وأنشطة متنوعة، حيث أبدع أطفالنا بتقديم عرس مغربي إلى جانب بعض الفقرات الفولكلورية وحضور مسؤولين وفاعلين جمعويين. صاحب السمو الملكي ولي العهد مولاي الحسن، قام القطاع ديالنا بتنظيم هذا المهرجان اللي كيهم الطفولة بالخصوص، وجميع واللي شاركت فيه جميع مؤسسات التابعة للمديرية الجهوية ديال أكادير، بما فيهم مراكز التأهيل المهني ورياض الأطفال، ومراكز مركزي حماية الطفولة ذكور وإناث، ومؤسسات شبابية اللي هي دور شباب بطبيعة الحال.